السلام عليكم ورحمة الله. هذه المحطات للتأمل حول منهاج الرياضيات هي موجهة بشكل أساس للفاعلين التربويين، يعني فيما يخص الرياضيات بمختلف الأسلاك. سنحاول إن شاء الله تناول وتقاسم يعني بعض الأفكار التي من شأنها أن تحسن التعلمات ديال الرياضيات من المدرسة المغربية. إذن هاد المحطات هذه هي تأتي على ضوء النتائج التي تحققها دول مجموعة من الدول، بالخصوص ما يسمى بنمو آسيا أظن، من بينها تايلاند واليابان وكوريا وسنغافورة تحديدا ومجموعة من الدول. إذن هاد الناس هادو الكلام ديالهم يحققون نتائج، يعني نتائج جد متقدمة، وبالتالي كفاعلين تربويين يعني يدعون هذا الأمر للتساؤل إلى أي حد يمكننا إن شاء الله المساهمة جميعا كفاعلين وكفرقاء متدخلين في العمل التربوي للرياضيات، أن نساهم بقدر الإمكان في تحسين الأداء ديال الكلام ديالنا. إذن في هذه الحصة الأولى سنتناول وضعيتين يمكننا أظن في الابتدائي، والفكرة الأساسية اللي بغيت نتناول في هذه الحصة هذه هو أنه انطلاق بناء مفهوم رياضياتي معين لا بد أن ينطلق يعني من خبرات المتعلم الطفل، وأنه يكون المشكل ديال الطفل أساسا يحس به، وما يكونش المشكل ديال الأستاذ اللي كيشوفه من زاوية يعني مشكلنا. إذا المرحلة الأولى أن نقلب هذه المعادلة، أن يصبح يعني انطلاق بناء المفهوم يخص ويهم الطفل في مرتبة أولى لكي يساهم بخبراته وبمحاولته لإيجاد الحل. في هذه الوضعية تلاحظون عندنا أربعة أحواض ديال الأسماك، وهنا في الحوض هنا مثلا كل طفل سيحاول لنرى هذه المرحلة ديال الصورة، ولكن كاين كذلك المرحلة ديال الملموس اللي كاين حوض وكاين شبكة هكذا، ويقوم الطفل يعني بالتجريب. إذن هنا الطفل سيعبر بعد أن يعيش هذه التجربة، سيعبر رياضيا بالكتابة ثلاثة سمكات ناقص واحد تساوي سمكتين، إذن تساوي اثنان. تلاحظون بأن هي الفكرة ليس هي أنه يعني نديروا مقاربة أخرى، ولكن كما قلنا الفكرة ينطلق المتعلم من ذاته من تجاربه. إذن إلا دزنا هنا لهذه المرحلة الأخرى تلاحظون بأن التريض غيعطيني ثلاثة ناقص اثنان تساوي واحد، وهنا التريض سيعطيني ما بقات حتى سمكة في الحوض، إذن ثلاثة ناقص ثلاثة تساوي صفر. تلاحظون دونك ها هي العملية ديال ثلاثة ناقص ثلاثة. هنا طبعا لم يمسك الطفل أي سمكة، وبالتالي ثلاثة ناقص صفر تساوي ثلاثة. إذا كان هذا مثالا بسيطا، ولكن هو دعوة لنا جميعا للتفكير لنعمق ربما يعني الموضوع إن شاء الله في حلقات أخرى، لأن الأمر استغرق في دول أخرى سنوات من الدراسات والأبحاث. هذه محطة أولى، أتمنى انخراط مجموعة ديال الزملاء وديال الفرقاء من مختلف يعني المستويات باش نمشيو إن شاء الله أبعد في تقاسم هذه الأفكار. إذا الموضوع العام بالنسبة للناس اللي بغاو يمشيو يبحثوا في الموضوع هو راه سميتو ليسن ستادي، يعني دراسة الدرس، وهو سنستفيد كيف أنه مثلا في مجموعة ديال الدول على رأسها اليابان تحديدا، كيف أن السادة أساتذة الرياضيات يجتمعون للتفكير يعني في إعداد واحد الخطة ديال الدرس لكل مفهوم معين، حتى يخرجون يعني بواحد النتيجة اللي كتعكس يعني واحد التعلم راقي وجيد جدا بالنسبة للمتعلمين. أشكركم على انتباهكم، شكرا.